والحضور، وأن ولا شك أن في ذلك يمثل مبعث فخر لنا ولأسرنا، وحافزا كبيرا أيضا للعمل بجد لتقديم رسالتنا تجاه الوطن والمجتمع. ولقد عهدنا في ولاة أمورنا الاهتمام بالعلم والاهتمام بأبنائهم والطلاب، خاصة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي يشهد التعليم فيه تطورا غير مسبوق ضمن النهضة الشاملة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أكون مخلصا لديني ووطني، وأن أكون مخلصا لديني ووطني، وأن أصون حياة الإنسان كافة، وأن أصون حياة الإنسان كافة، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأعلم من يصغرني، وأن أكون أخا لكل زميل. والله كلا عشان أنا هتسلم على الوزير. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعوات الأهل والدعم من كادر أكاديمي طبي مميز،
قدرنا نوصل، واليوم حفل تخرجنا من أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبي. لدينا أبنية سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة، خاصة في جيلنا شباب، طاقة قوية، شجاعة، ثقافة عالية، احترافية جيدة وقوية جدا، باقي فقط العمل، نعمل لصناعة السعودية اللي نريدها في المستقبل. تفتخر المجموعة أن رافدا مهما في دعم البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية. صوم بخاري، تخرجت من أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية كدنتال أسيستنت. حالياً أنا تشارج نيرس في فرع العليا، وبإذن الله النكست بوزيشن راح يكون للنيرس في فرع جدة. دكتورة فهاني فيصل الشمري، تخرجت من أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب في 30/9/2023. Before embarking on my current journey, pursuing a PhD at Edithcon University in Australia, I completed my Bachelor of Science degree at Khulna University in Bangladesh and my Master of Science at the STEM University of Malaya, which is located in Malaysia. I extend my heartfelt thanks to the Sulaiman Al-Habib Academy for this prestigious recognition, which highlights the significance of dedicated research effort in. مجلة علمية عالمية محكمة، 22 جامعة محلية وقارية وعالمية، ومن أهمها جامعة جورج واشنطن العالمية، وأكثر من 5 جامعات كندية. ثالثاً، قامت المجموعة بإصدار مجلة الدكتور 32 برنامج زمالة طبية معترف. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الصحة المهندس فهدي الجلاجل، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفلنا المبارك والخاص بتخريج أبنائنا الدارسين في برامج الزمالة بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب. الرياض بعون الله، وفقنا عليك، شكرا عليك.